مني كنتي تتوجدي لهاد السلسلات انت بحكم ان احتكاكك في مجال التلفزيون والاخراج، يعني مارستي كذلك مهنه سكريبت اللي هي ذاكره ديال البلاطو ومهمه، خدمتي على الاشراف التقني في الاعمال، يعني مارستي كتابه سيناريو، الان الاخراج، فين الحدود ديالك الان؟ فين شنو اللي غادي شنو تقدري ديري من بعد؟ دابا اول عمل سينمائي اللي نزل في القاعات السينمائيه في المغرب ابتداء من البارح، شنو هو الحلم؟ شنو مازال باغا تكملي؟ الحلم ديالي ربما يلاه بديته، لانني كنت كما قلت لك اشتغلت كثير على في التلفزيون، وكنت كنشتغل على 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 الهويه المغربيه، وبديت كان في اناطو انفتحت على الهويه في نطاق اوسع. وكان العمل العرض قبل من العرض ديالو في المغرب تعرض في إسكندرية، في إسكندرية وفي يووندي في الكاميرون. كان العرض الأول لي في الإسكندرية. إسكندرية مكان اللي كنت أنا مرعوبة، خايفة خايفة كيفاش أنا فيلمي وأنا فيلم سينمائي، وأنا كيجيني أنا دائما كيجيني داك الخوف ملي كيبغي يتعرض فيلم تلفزيوني. في التلفزيون كنقدر نسد عليا داك النهار، ما نتفرج مع حتى واحد، ما نشوفش أنا براسي، ما نشوفوش. وإذا بك القراسي محطوطة قدام أكبر النقاد في مصر، عماد النويري، خيري البشلاوي، يعني واحد العدد كبير ديال النقاد الكبار، يعني النخبة جالسين في القاعة باش يشوفوا الفيلم ديالي، وأنا غنجلس معهم. كنت كنشوف في الحيط، ما قدرش نشوف فيه، وارتبكت بزاف، مي لقيت لا رياكسيون ديال هذوك الناس عطاتني أنهم فهموا لي ميساج اللي كاينين في العمل، داروا تحليل العمل بواحد التحليل مهني دقيق، وكانت واحد لابريسياسيون، يعني داروا لي واحد كان عجبهم بزاف وداروا تنويه به. هذه لا رياكسيون الاولى. لا رياكسيون الثانيه في الكاميرون، كانوا من شعوب، يعني من بزاف البلدان الافريقيه، من الكوت ديفوار، من السنغال، من الكاميرونيت، وشفت لا رياكسيون ديال البوبليك لي جون ابار اللجنه ابار الناس ديال السينما. فهنا فين حسسني انني يلاه بديت واحد الخطوه، هذه الخطوه اللي غنهضر عليها، انني ماشي وصلت، يلاه غنبدا، غادي نبدا. هو انني خاصني نبدا نهتم بمواضيع اللي هي اللي كتهضر على القيم الانسانيه، ولا مواضيع اللي كتهضر على مواضيع اللي تقدر تخص القاره كلها، ما نبقاش محدوده غير في الاطار ديال المواضيع ديالنا حنا. ولكن هذا ما يمنعش اننا يبقى عنده ارتباط، لانني كنطلق من المغرب، وكانت هذه ملاحظه من الملاحظات اللي عجبتني من عند الاستاذه خيريه البشلاوي الناقده المصريه. قالت بان شفت عمل جمعت فيه بزاف العناصر واللغه وكل شيء، يعني مختلفه، فيها المغربيه كاينه ولكن حاضره الفرنسيه، حاضر السنغال، حاضرين يعني بزاف الاشياء، ولكن العمل بقى مغربي، عنده طابع مغربي. هذه ملاحظه اللي قالتها هي اللي بغيت انا نمشي على المنوال ديالها، يبقى حاضر الطابع المغربي، ولكن قضيه تهم يعني مجتمعات اخرى ودي بوبل اخرين. هذا هو البدايه، دابا حلمي نقدر نتناول قضايا اخرى ان شاء الله.